بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مع حصة جديدة من منهج الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض الوحدة الثانية في جغرافيا، وهنتكلم فيها عن نماذج الدول. كنا سبق واتكلمنا عن جمهورية الهند، واتكلمنا عن جمهورية البرازيل، واتكلمنا عن جمهورية نيجيريا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن المانيا الاتحاديه. طبعا هيبقى لنا هنا دوله واحده وهي الولايات المتحده. قلنا مع بعض قبل كده ان الدول ديت كل محافظه بيكون ليها دولتين حاليا بعد وجود دوله للاطلاع. وطبعا المانيا برضو من الدول اللي هي مقرره على معظم المحافظات، وبالتالي في نهايه هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادر على أن يحدد الموقع الفلكي والجغرافي لدولة ألمانيا. 2، يوزع تضاريس ألمانيا على الخريطة. 3، يوقع مناطق النبات الطبيعي على خريطة ألمانيا. 4، يفسر أسباب تركز السكان في الأقاليم المختلفة الألمانية أو المناطق المختلفة من ألمانيا. وبالتالي هنلاقي إن ألمانيا هي دولة تقع في غرب أوروبا، وتعد ألمانيا الاتحادية من أكثر دول العالم تقدما، وتعد من الدول الاقتصادية الأولى في العالم. وقلنا بتقع ألمانيا في قارة أوروبا جهة الغرب، وتمتد بين دائرتي عرض 47 و30 شرطة شمالا إلى 55 شمالا، أي حوالي 7.5 دوائر عرض. وبالتالي من هنا هنلاقي إن ألمانيا بتشغل مساحة صغيرة في دوائر العرض. وطبعا ده ليه؟ لأن مساحتها أصلا أو مساحة القارة الأوروبية بصفة عامة زي ما أنتوا عارفين هي مساحة أو دولة أو قارة صغيرة المساحة، فالدول فيها متقاربة وهي صغيرة المساحة، وتبلغ مساحتها حوالي 357 ألف كيلومتر مربع، تمام؟ وبالتالي بتمتد بين خطي طول ما بين 6 شرقا إلى 14 و30 شرطة شرقا، أي حوالي 8.5 خط طول. وبالتالي هنلاحظ أن ألمانيا من خلال الموقع الفلكي لها تمتد في عدد 7 دوائر عرض ونصف وثمان خطوط طول ونصف. وبالتالي هي دولة صغيرة المساحة، قلنا بيبلغ مساحتها ما يقرب من 357 ألف كيلومتر مربع. أما بالنسبة للموقع الجغرافي فقلنا إن ألمانيا بتقع في غرب قارة أوروبا، ويحدها من الشمال كما هو واضح أمامنا على الخريطة 3 مناطق وثلاث أشياء. أولا البحر البلطي شمالا، والدنمارك دولة الدنمارك كيابس، وبحر الشمال كمسطح مائي. أنا عندي في الشمال 3 حاجات، بحرين ودولة. الدولة وهي الدنمارك اللي في أقصى الشمال، والبحرين بحر البلطي وبحر الشمال. أيضا عندي من الجنوب دولتين، دولة النمسا وسويسرا. عندي من الشرق بولندا والتشيك، وعندي في الغرب بقى مجموعة دول مثل هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا. فأنا عندي لما نلاحظ هنلاقي إن ألمانيا بحدها اليابس، وترتبط وتشترك مع عدد كبير في الحدود مع عدد من الدول. وده ليه؟ لأن طبعا قارة أوروبا زي ما خدنا مع بعض سابقا إن هي قارة صغيرة المساحة، وبالتالي ده بيؤدي إلى أن تتقارب الدول مع بعضها البعض. وبالتالي من هنا بنلاقي إن معظم دول أوروبا كلها بتشترك في الحدود السياسية أو الحدود الجغرافية مع عدد كبير من الدول، وده بيسهل عليهم زي ما احنا عارفين عملية التنقل والتواصل بينهم وبين بعض. ليه؟ لأن المسافات بين الدول صغيرة زي ما شايفين كده على خريطة ألمانيا، لحدها بس لوحدها كام دولة. عندنا الدنمارك في الشمال أدي واحد،
النمسا بولندا والتشيك في الشرق ثلاثة، النمسا وسويسرا في الجنوب ادي خمسة، وعندنا أربع دول في جهة واحدة وهي الغرب، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا. فده بيسهل عليهم عملية الاتصال والتقارب. علشان كده لما كنا بنتكلم مع بعض يا سنة ثالثة في الأقاليم الصناعية وتحديدا في إقليم غرب أوروبا، قلت لك إن المنطقة دي عملت اتحاد أوروبي ودول متحدة مع بعضها اقتصاديا بسبب تقاربها، وده ليه؟ علشان يسهل عليهم عملية النمو الاقتصادي. عشان كده بتعد دولة ألمانيا واحدة من أكبر الدول الاقتصادية في العالم. أما لو انتقلنا لتضاريس قارة دولة ألمانيا، هنلاقي إن التضاريس في ألمانيا متنوعة وتتكون من الشمال إلى الجنوب من الأقاليم من عدة أقسام. هتلاقي هذا التنوع بيمتد من الشمال إلى الجنوب في أقسام مختلفة. أول قسم عندنا هو قسم السهل الألماني الشمالي أو السهل الألماني. السهل الألماني دوت جزء طبعا زي ما احنا عارفين من السهل الأوروبي العظيم، ويعد من أكبر الأقاليم في ألمانيا، وبيتميز بخصوبة التربة، ويبدأ من الشمال بالسهول الساحلية شمالا، اللي هي طبعا بتمتد زي ما انتم شايفين على الخريطة من بحر البلط شمالا أو بحر الشمال إلى الجنوب، وتجري خلاله عدة أنهار تصب في بحر الشمال. وأنهار وهم أنهاره كانت كالآتي، ثلاث أنهار عندنا: نهر ألب، ونهر بيزير، ونهر الراين. أنا عندي في المنطقة دي ثلاث أنهار، بيفكروني كده بسهول سيبيريا اللي كان فيها ثلاث أنهار، أوبيانسي ولينا. هنا برضو عندنا السهل الألماني بيجري فيه ثلاث أنهار من الشمال إلى اليمين أو من الغرب إلى الشرق، الراين، بيزير، الألب. وهذه الأنهار الثلاثة تصب في بحر الإيه؟ الشمال. كما تنتشر ايضا المستنقعات في الشمال قرب الساحل، وبالتالي تقع العديد من المستنقعات في الساحل، والمستنقعات دي عباره عن اماكن ممتلئه بالمياه الراكده، وبالتالي بتنتشر بالقرب من الساحل لوجود البحر البلطي وبحر الشمال. بعد كده عندي من اقسام التضاريس المرتفعات الوسطى في المانيا. المرتفعات الوسطى في ألمانيا تتمثل وهي هضاب متقطعة تفصلها سهول خصبة تجري فيها أنهار تتجه نحو الشمال. يبقى أنا عندي في الوسط مجموعة هضاب متقطعة بيقطعها الأنهار اللي إحنا لسه قايلين عليها، وتغطي هذه الهضاب بالغابات الصنوبارية أو يسموها المخروطية، كما تكثر بها التلال والينابيع المائية التي تعد مناطق جذب للسياح. طيب، وهنا يجي لي في الامتحان سؤال مهم، يقول لك دلل، تعد المرتفعات الوسطى مهمة جدا أو تمثل أهمية للدخل الاقتصادي الألماني. ليه بتعد المرتفعات الوسطى في ألمانيا مصدر دخل اقتصادي؟ لأن بينتشر بيها التلال والينابيع المائية، ودي بتجذب عدد كبير من السياح، فده بيزود الدخل الاقتصادي او الدخل القومي لدولة المانيا. ونحن لسه هنيجي نتكلم مع بعض طبعا اكتر عن الانشطة الاقتصادية لما ننتقل ليها. ايضا عندي في الجنوب جبال الألب، وطبعا دي معروفة انها جزء من جبال الألب في اوروبا، لان احنا خدنا مع بعض ان اوروبا بيمتد فيها سلسلة جبال الألب من الغرب الى الشرق في جنوب القارة، وطبعا المانيا بيمتد فيها جزء من جبال الألب وتوجد في الجنوب، وهي تقطعها الأنهار وتوجد بها أعلى القمم الجبلية بألمانيا ويكسوها الجليد، وتنمو على منحدراتها الغابات سواء الغابات المخروطية أو الغابات النفطية، وده طبعا بما يميز جبال قارة أوروبا بصفة عامة هو وجود الغابات الصنوبرية والمخروطية، وكذلك بيميز وجود الغابات في دولة ألمانيا. ننتقل مع بعض إلى المناخ، نجد إن المناخ في ألمانيا طبعا، وأنا من غير ما أتكلم عن المناخ، إحنا قلنا إن ألمانيا من الدول التي تقع في غرب القارة، وبالتالي لما تقع في غرب القارة ده بيدل على إيه؟ بيدل على وجود إقليم مناخ غرب أوروبا الذي يتميز بالأمطار طوال
العام، خاصة في الأجزاء الشمالية متأثرا بالمحيط الأطلنطي وبحر الشمال. يبقى أنا عندي في الشمال فوق مناخ غرب أوروبا، وده بيتأثر بالمحيط الأطلنطي وبحر الشمال في سقوط الأمطار. أيضا هنلاقي إن الصيف في ألمانيا بيتميز إنه صيف معتدل مع ارتفاع درجة الحرارة بالاتجاه نحو الشرق. يبقى أنا عندي الغرب تكون درجة الحرارة معتدلة، ولما نتجه نحو الداخل والشرق كده تبدأ الحرارة يحصل لها عملية إيه؟ ارتفاع تدريجي. وليه؟ لأن في شرق القارة إقليم مناخ مختلف عن غرب القارة. أما بالنسبة لفصل الشتاء فتنخفض فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، خاصة في داخل القارة. طيب هسأل سؤال، ليه في داخل القارة بتنخفض الحرارة، أو داخل الدولة بتنخفض الحرارة إلى دون الصفر المئوي أو إلى الصفر بقى؟ تمام، بتنخفض الحرارة في ألمانيا إلى دون الصفر في الداخل، طبعا ده لسه قايلينه من شوية بسبب وجود الجبال والهضاب. واحنا عارفين إن عامل الارتفاع من تضاريس سواء جبال أو هضاب كلما ارتفعنا 150 متر بيساعد على انخفاض درجة الحرارة، تمام، درجة واحدة مئوية. وده طبعا بيفصل لك ليه في الداخل الحرارة منخفضة، عشان في مرتفعات وفي مناطق جبال. أما بالنسبة للنبات الطبيعي فهنلاقي إن النبات في ألمانيا بيتنوع، حيث تشغل الغابات نحو تلت مساحة ألمانيا. ومن أهم الغابات الغابات النفطية، والنفطية بتسود قلنا فين؟ في مناطق الجبال والهضاب، وتعد طبعا مصدر مهم جدا للأخشاب، وده بيساعد على قيام صناعة أو حرفة تصنيع الأخشاب بسبب وجود الغابات النفطية التي بدأ الإنسان يقوم بإزالتها لتصنيع الأخشاب. أيضا عندي من النباتات تنتشر بعض الحشائش على السهل الساحلي، وبدأت هذه الحشائش تنكمش وتتعرض إلى الاختفاء، وذلك بسبب إحلال محلها الزراعة والتوسع العمراني. طبعا هنا لما نيجي نسأل سؤال يجي إزاي في النقطة دي، يجي يقول لك بما تفسر انكماش مساحة الحشائش في السهل الساحلي. طبعا لما يقول بما تفسر أو دلل هنقول له بسبب إزالتها ويحل محلها الزراعة وأيضا التوسع العمراني. ده كله بيساعد على تنوع الحياة وتجددها في ألمانيا. أما بالنسبة للسكان هنجد إن ألمانيا يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 81 مليون نسمة، وده طبقا لإحصائية عام 2014. وبذلك تعد ألمانيا من أكبر الدول الأوروبية من حيث عدد السكان. والسكان في ألمانيا طبعا لما نيجي نشوف أماكن تركزهم هنلاقي إن كالعادة إحنا عندنا ثوابت حطناها، وقلنا لما أدور على أماكن تركز سكان في أي منطقة من دول العالم أول حاجة هركز عليها المدن الصناعية أو المناطق الإيه؟ الصناعية والمدن الكبرى. فلأن برضو بالنسبة لسكان ألمانيا فهنلاقيهم بيتركزوا في المناطق الصناعية والمدن الكبرى، وده ليه؟ علشان طبعا في هذه الأماكن يا شباب بيتوفر فرص العمل، وكذلك أيضا وجود الشركات والمصانع العالمية الألمانية العالمية. ويتركز كثيرا أيضا من السكان في الأودية وعلى جوانب الأنهار، وذلك لقيام حرفة الزراعة وغيرها من الأنشطة كالرعي وغيرها من الحرف التي يمارسها على سكان دولة ألمانيا، وبالتالي بتتنوع أنشطة السكان في ألمانيا. أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية نلاقي تتعدد الأنشطة الاقتصادية في ألمانيا، وتعد ألمانيا من أكثر دول العالم تقدما، حيث تعد من الدول الاقتصادية الأولى في العالم، وبذلك تتعدد بها الأنشطة الاقتصادية. فأول نشاط مثلا هنلاقيه النشاط الزراعي،
وتنتشر الزراعة في الساحل الشمالي الألماني وفي الأودية النهرية، حيث وجود أنهار قلنا الراين وفيزير والألب وغيرها من الأشياء. وتعتمد الزراعة في ألمانيا كدول أوروبا بشكل عام على التكنولوجيا الحديثة والآلات، ويعمل بها نحو 3% فقط من القوى العاملة. طب دي نسبة كبيرة ولا صغيرة؟ أقول لك إن دي نسبة قليلة وده واحدة. طيب واحد لما نسأل ويبص على الوحدة الأولى كده وفكرنا، أقول له ليه القوى العاملة في ألمانيا بس في الزراعة 3%؟ أقول لك لأن طبعا ألمانيا بتقع ضمن إقليم غرب أوروبا الصناعي، وبالتالي هنلاقي إن الزراعة قليلة. وده ليه؟ لأن أوروبا في الغرب كلها قلنا بتهتم بالصناعة. من أهم المحاصيل المنتجة في ألمانيا هي القمح والشعير والبنجر، كما تربى في ألمانيا الأغنام والخنازير والماشية لإنتاج اللحوم والألبان، وتربى في مناطق الحشائش وفي الحظائر بأساليب النيل. أما بالنسبة للصناعة هنلاقي إن طبعا زي ما قلت من شوية إن الصناعة تعد العمود الفقري للاقتصاد الألماني. ليه الصناعة تعد العمود الفقري؟ ديت حيث يعمل بها ثلث القوى العاملة، ثلث القوى الإيه؟ العاملة، يعني ثلث سكان ألمانيا أو القوى العاملة في ألمانيا بتعمل في الصناعة. وتوسعت الصناعة الألمانية توسعا كبير، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأت تشهد تقدم وتطور كبير، وده يرجع إلى تدفق الاستثمارات وتوفر المراكز العلمية المتقدمة. وتتميز الصناعة في ألمانيا بالجودة والتنوع، ومن أهم الصناعات الحديد والصلب والسيارات والمنسوجات والسفن والصناعات الإلكترونية والكهرباء. يبقى إذا لما أجي أسألك ليه الصناعة في ألمانيا شهدت تطور كبير، الصناعة في ألمانيا قلنا بتشهد تطور وتقدم، ده يرجع سببه لإيه؟ إن في تدفق للاستثمار ووفرة مقومات الصناعة وأيضا وفرة المراكز العلمية المتقدمة، وده بيساعد على التطور الصناعي. وسبق واتكلمنا مع بعض في الصناعة وقلنا إن لما بحب أقيس تقدم الشعوب ومدى تطورها أبص على الإيه؟ الصناعة. فنجد إن ألمانيا واحدة من أهم الدول الصناعية ومن أكثر الدول، لأنها بتعتمد زي ما قلنا على المراكز العلمية والتكنولوجيا الحديثة. أما عن أهم المدن في ألمانيا، فتعد مدينة برلين العاصمة السياسية لدولة ألمانيا، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 3.4 مليون نسمة. طيب فين برلين؟ برلين بتقع جهة الشرق بالقرب من بولندا، تمام، في الشمال الشرقي، وبالتالي دي بالعاصمة السياسية. عندنا في الجنوب مدينة ميونخ، ودي بيطلقوا عليها عاصمة إقليم بافاريا، ويوجد بها مقر الشركات العالمية والمصانع الألمانية، وأهمها مصانع السيارات وغيرها من الصناعات الثقيلة. أيضا عندنا من أهم المواني على مدينة هامبورغ في الشمال، وهي مدينة ساحلية وتعد من أهم المواني في ألمانيا، وهي قريبة من بحر الشمال، وبالتالي بلغ عدد سكانها ما يقرب من 1.8 مليون نسمة. ومن أهم مقرات وشركات العالمية في ميونخ مقر شركة طبعا بي ام دبليو المعروفة بإنتاجها للسيارات، واحدة من كبرى الشركات العالمية في الإنتاج في ألمانيا، ودي بتعد قوة اقتصادية كبيرة لألمانيا. أما عن العلاقات المصرية الألمانية، فترتبط مصر مع ألمانيا بوجود علاقات ثقافية وعلمية
متبادلة بين البلدين. ومن أهم هذه العلاقات هيئة التبادل العلمي الألماني، المركز الثقافي الألماني، الجامعة الألمانية بالقاهرة، كذلك أيضا وجود معهد الآثار الألماني وغيرها من الأشياء التي تساعد على تقدم والتعدد والتطور العلمي والعلاقات الثقافية الألمانية. أيضا هنلاقي هناك علاقات اقتصادية كبرى بين ألمانيا ومصر، حيث تقوم ألمانيا بتمويل مشروع إنتاج وتوليد الكهرباء من الرياح في مصر، يعني هي اللي بتمول المشروع من أجل إنتاج الكهرباء. تصدر مصر إلى ألمانيا البترول والغاز الطبيعي والملابس، وتستورد طبعا الصناعات الكيماوية والآلات والسيارات وغيرها من الأشياء التي تقوم مصر باستيرادها أو تصديرها إلى ألمانيا وغيرها من الدول. بكده احنا تعرفنا على دولة ألمانيا وأهميتها، واتعرفنا على العلاقات المصرية والألمانية، وتعرفنا مع بعض عن مناخ ألمانيا. تعالوا بينا نروح مع بعض إلى التدريبات. السؤال الأول بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. يحد ألمانيا من الشمال دولة فرنسا، الدنمارك، النمسا، التشيك. 2. تنتشر الغابات المخروطية والنفطية بألمانيا في السهول الوسطى، جبال الألب، جبال الفوق، المرتفعات الوسطى. 3. العمود الفقري لاقتصاد ألمانيا هو الزراعة، الصناعة، التعدين، التجارة. 4. تعد مدينة نقط عاصمة إقليم بافاريا بألمانيا، برلين، هامبورغ، بريمن، ميونخ. 5. أهم الواردات المصرية من ألمانيا الآلات، البترول، الغاز الطبيعي، الملابس. أيوة فعلا يحد ألمانيا من الشمال دولة الدنمارك. عندنا أيضا ميونخ، يبقى أنا عندي يحد ألمانيا من الشمال دولة الدنمارك. تنتشر الغابات المخروطية والنفطية بألمانيا في، قلنا، جبال الألب، وده طبعا لاعتدال المناخ وانخفاض درجة الحرارة، وقلنا هذه الغابات مصدر للأخشاب. العمود الفقري للاقتصاد الألماني قلنا الصناعة، وده يرجع سبب تقدم الصناعة في ألمانيا، قلنا إلى تدفق الاستثمار وتوفر المراكز العلمية، وأيضا وفرة مقومات. 4. قلنا تعد مدينة ميونخ عاصمة إقليم بافاريا بألمانيا، أما برلين فهي العاصمة السياسية، وأما هامبورغ فهي العاصمة أو أهم المواني التي تطل على بحر الشمال. قلنا من أهم الواردات بين مصر وألمانيا هو أن تستورد مصر الآلات ومستلزمات الإنتاج والسيارات، بينما تصدر لها البترول والغاز الطبيعي والملابس وغيرها. بما تفسر جذب المرتفعات الوسطى في ألمانيا للسياح. 2. انكماش مساحة الحشائش بالسهول الساحلية في ألمانيا. 3. تركز السكان في الأودية والمدن الكبرى في ألمانيا. ليه المرتفعات الوسطى في ألمانيا بتجذب السياح؟ قلنا إن المرتفعات الوسطى في ألمانيا بتجذب السياح، وده يرجع إلى وجود التلال والينابيع المائية التي تجذب السياح، وتعد واحدة من أهم مصادر الدخل الاقتصادي لألمانيا، وبالتالي من هنا بتجذب المرتفعات الوسطى بسبب التلال والينابيع السياح. أما عن انكماش مساحة الحشائش في السهول الألمانية، قلنا الحشائش بدأت ألمانيا تعمل على إزالتها ليحل محلها الزراعة والتوسع العمراني، وده من أجل إدخال التوسع العمراني وإحلال الزراعة، ده أدى إلى انكماش مساحات
الحشائش في ألمانيا، وإن الحشائش دي بتستخدم في تربية الأغنام والماشية والخنازير لإنتاج اللحوم والألبان. تركز السكان في الأودية والمدن الكبرى، طبعا إحنا قلنا بسبب قيام الزراعة في الأودية، أما المدن الكبرى فيرجع ده بسبب توافر فرص العمل والشركات والمصانع، وقلنا ده عادة السكان إن هم بيتركزوا في هذه المناطق. ليه؟ علشان خاطر إما العمل في الزراعة أو وجود شركات ومصانع تعمل على توفير فرص العمل وحل مشكلات البطالة. نكمل مع سؤال لما تفسر. السؤال التالي بيقول: تتميز الصناعة في ألمانيا بالجودة والتنوع، ولما تفسر شهدت العلاقات المصرية الألمانية تطورا كبيرا. ليه الصناعة في ألمانيا قلنا بتتميز بالجودة والتنوع؟ قلنا بتتميز الصناعة في ألمانيا بالتنوع والتطور، وده بسبب وجود العديد من الصناعات مثل الحديد والصلب والسيارات والمنسوجات وغيرها من الصناعات التي أدت إلى تطور الصناعة ووجود تنوع. أما بالنسبة للجودة والتقدم الصناعي يرجع سببه إلى الاهتمام بتوفر وسائل أو مقومات الصناعة وتدفق الاستثمارات ووجود أيضا مراكز العلمية الحديثة واعتماد ألمانيا على التكنولوجيا الحديثة في تطوير الصناعة، فده بيدفع كله إلى تطور الصناعات في ألمانيا وتخليها يجعلها تتميز في التقدم في كثير من مجالات الحياة. أيضا شهدت العلاقات المصرية الألمانية تطور كبير، قلنا ده بسبب وجود علاقات ثقافية وعلمية مثل وجود الجامعة الألمانية وأيضا وجود المعهد الآثار الألماني وهيئة الشباب العلمي وغيرها من الحاجات التي بتساعد على تنمية العلاقات الثقافية والعلمية. أيضا وجود علاقات اقتصادية، وهذه العلاقات الاقتصادية تتمثل في قيام ألمانيا بتمويل مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، وتصدر مصر لألمانيا البترول والغاز والملابس، وقلنا وجود معهد الآثار الألماني وغيرها. لي سؤال آخر، وهو سؤال: ما النتائج المترتبة على أول حاجة معانا؟ بيقول: ما نتيجة تعدد الأنشطة الاقتصادية في ألمانيا؟ 2، وقوع شمال ألمانيا في نطاق مناخ غرب أوروبا مناخيا. قلنا تعدد الأنشطة الاقتصادية في ألمانيا ساعد إلى وصول ألمانيا إلى مركز عالمي متقدم في مجال الاقتصاد، وأصبحت من القوى الدولية أو القوى الاقتصادية الأولى في العالم. وقوع شمال ألمانيا في نطاق مناخ غرب أوروبا أدى إلى سقوط الأمطار طوال العام، وكذلك نمو الغابات النفطية. نروح لسؤال بيقول: حدد سبب شهرة المدن التالية. السؤال ده لما بيجي في الامتحان بيجي يقول لك إيه؟ أمامك مجموعة من المدن، انسب كل مدينة إلى دولتها واكتب سبب شهرتها. طبعا احنا عشان بنتكلم عن ألمانيا فاحنا عندنا دول أو مدن ألمانيا اللي هي برلين، ميونخ، هامبورغ. طيب برلين بتشتهر بإيه وهامبورغ وميونخ؟ قال لك أولا برلين دي العاصمة السياسية ويبلغ عدد سكانها 3.4 مليون نسمة. أما ميونخ فدي عاصمة إقليم بافاريا جنوبا، ويوجد بها مقر عدد من الشركات والمصانع الألمانية العالمية. تمام. أيضا أما هامبورغ فتعد مدينة هامبورغ أهم المواني الألمانية، وهي قريبة من بحر الشمال. بكده احنا تعرفنا مع بعض على دولة ألمانيا، وتعرفنا على أهم نقاط وتدريبات الدرس. طبعا بتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله أشوفكم الحصة القادمة على خير. كون معانا آخر درس للناس اللي بتحضر معانا وعندها الولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله
نبدأ من بعدها بإذن الله حصص المراجعات العامة والشاملة على المنهج. في نهاية كل حصة بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.